وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا عبر أثير إذاعة نور دبي. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج صحة وسعادة. مستمعين، برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي، ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، وهذه تحيات مخرجنا اليوم محمد الصفار. فأهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم متابعة ممتعة. مستمعينا، مثل ما تعودنا دائما في كل حلقة نأخذكم في جولة لأهم الأخبار، وحقيقة ننتقي أحد الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء. خبرنا اليوم يقول: كيف نحضر شايا مضادا لفيروسات الإنفلونزا؟ يعني كيف ممكن نحضر شاي يكون هذا الشاي بعد كذلك مضاد لفيروسات الإنفلونزا؟ الخبر تفاصيله يقول: ينصح العلماء بتناول الشاي، شاي خاص يقوي مناعة الجسم في موسم الشتاء، الفصل الملائم لانتشار أمراض البرد والإنفلونزا، وتدخل في تركيبته الأعشاب والأثمار، ويعني والثمار والتوابل. إن كل ما يتطلبه حلول هذا الموسم من المرء هو تقوية نظام المناعة عند الجسم ليدافع عنه بدوره من هجمات مختلف الفيروسات المرضية. وتعتبر تقوية منظومة المناعة طبعا مسألة ذوق وإبداع، ولكنها سهلة التنفيذ، إذ أن كل ما يتطلبه الأمر تحضير شاي من الأعشاب الطبية والثمار، تضاف إليها التوابل، وبعد فترة انتظار قصيرة يكون هذا الشاي المناعي جاهزا للشرب، وهو أفضل من أي دواء. أما الأعشاب التي يمكن استخدامها في تحضير هذا الشاي المناعي فهي النعناع، البابونج، عشبة العرن، عادلات السلوني، شو هي عشبة العرن المثقوب، لأنه بقولكم هي يسمونها نبتة سانت جونز أو نبتة سيدي يحيى أو عشبة القلب، وغيرها يعني من الأعشاب. أما الثمار فهي التوت البري والكالينا، ويعني هذه نبتة شجرية في مناطق الشمال، وأيضا ممكن نحط نبق البحر وعنب الثور وغيرها. يضاف لها توابل مثل القرنفل والهال والفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة. يعني أي شيء عندكم في المطبخ حطوه في الشاي هذا. عموما نحن ما نتكلم أكثر حقيقة عن مبادرة جميلة أطلقتها إدارة التغذية العلاجية ممثلة بقسم التغذية العلاجية بمستشفى لطيفة وبالتعاون مع إدارة التمريض بالمستشفى. مبادرة جديدة هي لتدريب الممرضات على التقييم التغذوي للمرضى، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم وتعزيز استراتيجية التعليم المستمر والنقل وتبادل المعرفة العلمية بين الموظفين. ما تعرف على هذه المبادرة وأهدافها ومضامينها
مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا أستاذة وفاء. حياك ويسعد صباحك. أول شيء أنا باخذ تعليقك على الخبر اللي أنا ذكرته في البداية بالنسبة للشاي اللي يقوي المناعة وهو مضاد لفيروسات الإنفلونزا، يعني ما خلوا شيء في المطبخ إلا قالوا حطوه في هذا الشاي. شوف، هو فعاليته قوية لأكثر من سبب. كل جزئية تناولتها في المكونات لها فعلا دور علاجي. خلينا نقول مثلا الزنجبيل تقوية الجهاز المناعي، تحفيز الجسم على تحفيز طبيعي لضد البرد والإنفلونزا. في خصائص معينة، سبحان الله، الزنجبيل لمكافحة السموم، مضادات الفطريات، يعني فعلا إذا دور. نفس الشيء النعناع، النعناع دوره بهدي الأعصاب. وانت بتعرف الواحد لما يكون مرشح أصلا أو عنده إنفلونزا، واجع راس، صداع، ضيقة نفس، هو في المنتول أو النعناع اللي موجود. إذا بتشوف الدكس محمود، الأشياء هاي كلها معمولة من المنتول. صحيح. من النعناع. صحيح. هو يفتح الرئة وبالتالي بيسهل كل شيء. انحط لو فعلا دور. حتى النبت اللي انت تفضلت وحكيت عنها، هذا اللي ما عرف انا شو هي بالضبط، اشرحي لي اياها. النبت هاي موجوده كثير في بلاد الشام، ولما سموها عشبه القلب لانها اصلا هي لونها اصفر، مشهوره كثير عندنا، بتلاقيها بتطلع بريه، يعني بتطلع لحالها. أوكي. وكثير انشهرت حتى في امريكا واوروبا، اخذوها. وزي ما تفضلت حضرتك وقلت سان جورج وورث، هي فعلا هي لها دور كبير، مش بس تخيل في علاج الإنفلونزا، دورها العلاجي إن هي بتخلي الإنسان يرتاح نفسيا. بقى في دراسات كتير انعملت عليها، هاي العشبة بالذات، وسبحان الله من يومين بس انسألت عنها، ظهر من وضع المقال اللي حضرتك قرأته. خلاص، إذا عندك من هذه النبتة ماني من أخذها من عندك عيل. من عندي أنا لا، بس هي نوسع عليها لأنه موجودة كثير في بلاد الشام. طيب محمود. طيب دكتورة، خلينا نرجع حق المبادرة اللي عندنا، مبادرة التقييم التغذوي بمستشفى لطيفة. ياريت يعني تحكينا عن هذه المبادرة وأهدافها بشكل عام. أوكي. الهدف الأساسي والرئيسي تطوير خدمة الرعاية الصحية المقدمة للكوادر الطبية، وهي من الاستراتيجية تاعت هيئة صحة دبي. وأيضا هي بند من بنود متطلبات الاعتماد الدولي، انه هيئة التمريض يجب ان يكون بيعرفوا على النيوتريشن سكرينينج، تقييم الوضع التغذوي لدى المرضى عند دخولهم من المستشفى. فارتقينا وطلعت المبادرة الجميلة انه من مستشفى لطيفة، انه يلا خلينا نبدا في تدريب الكوادر الطبية اللي عندنا على المسح التغذوي. مدة المبادرة سنة كاملة، هنحاول نغطي فيها أكبر عدد ممكن من الهيئة من الممرضات، لأن زي ما قلت لك إن هي من ضمن متطلبات الاعتماد الدولي GCI اللي إحنا قريبا هيجوا يعملنا ري أسسمنت. وعندنا الآن في هاي في الخدمة الأولى اللي تقدمت في الدورة الأولى أو للمبادرة، كان في عندنا 40 ممرضة من مستشفى لطيفة، وسيتم تعميم المبادرة هاي على باقي المستشفيات الهيئة حتى نغطي أكبر عدد ممكن من هيئة التمريض اللي بيعملوا المسح التغذوي لدى دخول المرضى المستشفيات. طيب، أهم المضامين والمواضيع اللي بتركز عليها المبادرة، يعني في النهاية دكتور، شو اللي راح تقدمونه من معرفة لهؤلاء الممرضين؟ لما بسم الله على الجميع، الله يعطي الصحة لكل المستمعين. لما بيكون الواحد داخل المستشفى، أول ما يدخل بنعمل له مسح تغذوي. المسح التغذوي هذا تقوم فيه الممرضة. إحنا سهلنا عليها أنهم تعرف في كتير منهم ما لهم إلمام في التغذية بشكل قوي، وبالتالي دكتورة أنا الصوت شوية يقطع عندي. من هلا بشكل يعني اتكلمي بشوف بقول لك ايش. انا مكاني ما اتحرك. طيب. المسح التغذوي النيوتريشن سكرينينج اداه مهمه جدا، بتساعدنا وبتساعد الممرض وبتساعد الطبيب على تحديد الوضع التغذوي لدى المريض عند دخول المستشفى.
49% من الناس اللي تدخل المستشفى على مستوى العالم محمود يصيبهم سوء تغذية لدى إقامتهم بالمستشفيات. ولمنع ذلك ينعمل هذا النيوتريشن سكرينينج عند الدخول. فإحنا حاولنا نغطي نقطة نقطة، ليش نعمل، شو الهدف من أخذ الوزن، شو الهدف من أخذ الطول، لما بتأخذ الكتلة الدهنية ليش، هل عنده إسهال، قديش صار له ما أكل، كم نزل وزنه، هل عنده نزول في الوزن خلال 3 شهور 6 شهور، كم نسبة نزول الوزن، هل هي 10%، كل واحدة لها هدف، كل إجابة لها إنديكيتر عندنا يخبرك إذا كان 10 مثلا خلال 3 شهور 10% معناته عنده مشكلة قوية، وهذا كان الهدف طبعا. طيب دكتور أنا بتوقف عند النسبة اللي ذكرتيها 49% على المستوى العالمي من المرضى. نعم. اللي يدخلون المستشفى عندهم سوء تغذية، يعني برأيك. نعم. ما هي أهمية التغذية الجيدة للمرضى ودورها في تسريع الشفاء للمرضى؟ وأيضا يعني أنا أفترض أن الشخص المفروض اللي يدخل المستشفى يفترض أن نظام الغذائي يكون أفضل من النظام اللي هو يتبعه خارج المستشفى. طيب أنا هجاوب عليهم واحد واحد. الأول هنبدأ شوف فوائد التغذية الجيدة. الفوائد التغذية الجيدة تحسين الصحة البدنية والنفسية، وأكيد بيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة. طبعا لما بيكون عندك المريض تحسنت الصحة البدنية والنفسية عنده، بتقل مدة بقائه في المستشفى، وأيضا تقل عدة المرات اللي بيرجع فيها ريأدميتد، بيرجع مرة ثانية المستشفى. أيضا التغذية الجيدة بتؤدي إلى خفض معدل الوفيات، تسريع سرعة شفاء الجروح إذا عطى الغذاء المناسب، تحسين القوة العضلية وبنائها، تقوية المناعة والحماية من العدوى، وأكيد أكيد وهي أهم نقطة محمود، هو الحد من المضاعفات اللي بتصير بعد العمليات الجراحية. هاي فوائد التغذية الجيدة. هلا لما الإنسان نسبة سوء التغذية 49% من وجودهم بالمستشفى، أثبتت الدراسات بعد 4 أيام إلى 10 أيام من دخول الشخص المستشفى عدة أسباب بتأثر إلى إنه ما يأكل الأكل اللي موجود عنده في الطبق. هلا انسى الأسباب الصحية الطبية، خلينا نقول ما بيقدر يأكل، ما بيقدر يبلع، هاي لها داع آخر. أنا أتكلم عن الناس اللي مثلا مكسورة رجله، ما عنده مشاكل، بيقدر يأكل بصورة طبيعية، برضه بصير عنده سوء تغذية. ليش؟ وإحنا الحمد لله لما عملت النيوتريشن داي على مستوى العالم اليوم 8-11، إحنا بنكون متصلين مع دول العالم، 49 دولة بالسنة صاروا 50 دولة نعمل مسح ويتم تقييمه من الاتحاد الأوروبي، والحمد لله دولة الإمارات، وإحنا متشكرين الإدارة على هذا الموضوع السنة اللي فاتت، الأول عام 2013، لأنه طلعت الإمارات من الناس اللي عندها نسبة سوء التغذية في المستشفيات أقل واحدة على مستوى العالم، لأن إحنا نعطي سبليمنتيشن دائما بنغير المنيو، الدايتيشنز اللي عندنا بيروح المستشفى بيسألوا، بس لسه في نسبة، والنسبة هي سببها اولا وجوده في المستشفى لفتره طويله، بصير عنده ملل محمود، ما بيكون عنده نفسيه انه ياكل، ما بيقدر يعني اليوم بياكل كل الصحن، بكره بياكل نص اللي بعده بياكل ربعه، وبالتالي الدعم النيوتريشن سبلمنتيشن او الدعم الخارجي للتغذيه بغذاء خاص اضافي بيمنع حدوث هذه التغذيه. طيب دكتوره يعني في الختام كلمه اخيره تبغين توجهينها قبل لا ننهي هذا اللقاء؟ إضافة لأني أشكرك وأشكر الطاقم على هذا البرنامج الرائع، بحب أقول للناس أن الغذاء هو سر الصحة، هو سر السعادة، هو مصدر لنوعية حياة متميزة. المعدة بيت الداء بالضبط، والحمية رأس الداء، ومش الحمية يعني أنا أتبع نظام غذائي تخفيف وزن، لا، الحمية أني أنا أبتعد عن ما يضر الجسم، أكل بحدود المعقول، أتوازن في الأكل وأنوع فيه. أهم شيء لما أنت تفضلت وحكيت على الشاي، انت قلت كل اللي في المطبخ، ليه؟ لانه كل شيء ربنا خلقه محمود له دور في جسم الانسان، وله دور في تجديد المناعه عنده، وعشان هيك كبش القرنفل، المسمار، النعناع، الزعتر، كل شيء له شيء معين، وبالتالي الخلطه تعطيك مفعول سحري. شو اسمه كبش القرنفل، شو اسمه؟ المسمار، حتى المسمار. اي طيب انت شو سمونه دكتوره؟ كبش قرنفل. لانه عارف ليش؟ انا شكله مثل القرنفل، ما هو حب المسمار، مثل المسمار بنفس الوقت اسمه.
الكلوبز يعني. يلا المخرج عصب علي قال اطلع فاصل. لا 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 يعصب. عموما دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذا التعريف بمبادرة التقييم التغذوي بمستشفى اللطيفة، والتي نتمنى إن شاء الله أن يتم تعميمها على مختلف مستشفيات الهيئة في القريب العاجل. شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. إذن مستمعينا نحن متواصلين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة، بعد الفاصل ما نتعرف على علم السموم والأدوية مع الدكتورة سارة كاظم استشاري الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى لطيفة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا للتواصل معنا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006، ويمكنكم يعني التداخل عبر الموضوعات التي نطرحها أثناء الحلقة عن طريق الاتصال على الرقم 600551414، سواء عن الموضوعات اللي نطرحها أو حتى إذا كانت عندكم أي استفسارات أو أي ملاحظات أو أي اقتراحات في القطاع الصحي بإمارة دبي بشكل عام وعبر الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة لكم مستمعينا. فالباب مفتوح قدامكم لأي استفسارات ولأي ملاحظات وأيضا لأي اقتراحات. عموما قبل الفاصل نحن وعدناكم أننا نتكلم عن موضوع مهم جدا في مراكز الإصابات والحوادث. مستمعينا، يلعب التشخيص الدقيق والسريع دورا مهما في إنقاذ حياة المصابين. قد تتشابه أعراض بعض الحالات التي ترد إلى مثل هذه الأقسام مع بعضها البعض، وخاصة حالات التسمم التي تصاحبها شواهد مشتركة مع أمراض أخرى، وتعد الممارسة الطبية المحترفة هنا هي من أهم مقومات نجاح الأطباء في إنقاذ المصابين، إلى جانب التجهيزات المتوفرة وغير ذلك من أساليب وطرق العلاج التي حقيقة سنسلط الضوء عليها من خلال الطرق العلاج التي يوفرها مستشفى راشد في مركز الإصابات والحوادث، وهو موضوع هذه الفقرة من برنامجنا الذي نستضيف فيه حاليا الدكتورة سارة كاظم استشاري الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد. حياك الله معنا دكتورة. سلامكم، أهلا وسهلا دكتورة. في البداية خلينا نتحدث عن الخدمات اللي يقدمها مركز الإصابات والحوادث بشكل عام وعلم السموم وعلاقته بطب الطوارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية مركز الإصابات والحوادث مستشفى راشد، مثل ما الناس أكثر يعرفون أنه المستشفى الرئيسي لاستقبال الحالات الطارئة. من الحالات اللي نشوفها الحالات الإصابات، كل حالات الإصابات في إمارة دبي يتم إحضار المستشفى راشد والتعامل معها، وحالاتها تتفاوت بين البسيطة والمتوسطة والحالات الخطرة. بالإضافة إلى حالات أخرى مثل حالات الجلطات الدماغية، السكتة القلبية، حالات التسمم، أو حالات الأمراض المزمنة ومضاعفات المرضى يونا. نعالج بالنسبة لكسور الإصابات مختلف الفئات العمرية من الأطفال للكبار. بالنسبة للحالات الثانية نعالج اللي هو الكبار اللي هو بعد سنة 12 سنة يون مستشفى راشد، ويتم علاجه سواء في أي مجال يكون، طبعا غير النساء والولادة مثلا والأطفال بشكل عام يروحوا مستشفيات ثانية. نعم، علم السموم وعلاقته بطب الطوارئ. علم السموم هو جزء رئيسي في علم الطوارئ، يعني أي واحد يدرس تخصص الطوارئ لازم يكون عنده دراية وخلفية بعلاج حالات التسمم الدوائية. والحين صاير أن في هذا يشوفونه كتخصص فرعي ويحتاج إلى دراسة أكثر، وفي بعض الحالات لأن في مرات أنه يحتاج مثل ما تقول إضافة خفيفة على العلاج، أنه ممكن يأثر على خطة سير العلاج وعلى بقاء أو خروج المريض من المستشفى. جميل دكتورة، بس خبريني تخصصك انت شو هو بالضبط؟
أنا تخصصي طوارئ بالأساس ومسوي تخصص فرعي في علم السموم والأدوية. وهذا التخصص أنت الأولى ويمكن الوحيدة في هذا المجال دكتورة؟ كطبيبة أنا أول طبيبة في الإمارات في تخصص علم الطوارئ، بس في بعد دكتور بروفيسور محمد بن ياس في العين بعد، هو سبقنا في التخصص علم السموم والأدوية. طيب أنت أول أنثى يعني؟ أيوة. طيب دكتورة خلينا نتكلم عن أنواع التسمم، يا ترى ما هي أنواع التسمم؟ طبعا أنواع التسمم تكون متفاوتة، ففي أنواع التسمم تكون عن طريق الخطأ، مثل الناس الكبار في السن مثلا يمكن ما يشوف أو ناسي إنه ماخذ الدواء، ياخذ جرعتين زايدة، أو بعد يصير في حالات إنه يصير لسبب أو لآخر قصور في عمل الكلى أو الكبد، وهذه العضوين رئيسيين إنه يتم عن طريق الجسم عن طريق التخلص من الأدوية. فإذا في أي قصور في عمل هالجهازين يتم يؤدي إلى تراكم الدواء وحصول مضاعفات. السبب الآخر الأطفال يحبون يستكشفون، فأي شيء ملون، أي شيء يشبه السمارتيز الكتز اللي يأخذونه فيتحسبونه حلاوة ويأكلونه. والحالات الثانية اللي تتيلنا حالات اللي هي الانتحار مثلا، تجينا المرضى يكونون تعبانين يأخذون جرعة زايدة، أو إن مثلا المريض أو الناس ما يعرفون إن إيش قد لازم يأخذون من هالدواء. المثال الشائع البنادول، ما يعرفون مثلا يأخذون حبتين بس، فيتمون يأخذون مثلا يمكن 5 حبات، يكون عندهم صداع قوي يأخذون 5 حبات ويؤدي إلى آثار سلبية. فهاي أغلب ومنها حالات اللي هو الجرعات الزائدة اللي هو المدمنين وهذا اللي يجونا بعد. طيب هذه بالنسبة للحالات اللي يستقبلها المركز بشكل أسبوعي واللي تعاني من نوع ما من التسمم، يعني معظمها تتركز في هذه الحالات. أيوة. طيب في درجات لحالات التسمم دكتورة؟ مثل ما نحن نعرف أن دائما كل مرض فيه مجموعة درجات ومجموعة كذا، شو هي درجات التسمم؟ طبعا حالة أي مرض ثاني ممكن هي من الحالات البسيطة اللي حتى ممكن مكالمة هاتفية مثلا لو حد من الأهل بيقول له مثلا شي صار أوكي، لاحظوا المريض ما في داعي يروح للمستشفى. في حالات تستدعي حضور المستشفى، عمل الفحوصات اللازمة ونقول لهم خلاص إن الأمور طيبة تقدرون توكلوا على الله يطلعوا من المستشفى. في حالات تتضمن إن الإصابة متوسطة يتمون المستشفى يأخذون العلاج يوم يومين، في حالات تدخل للعناية المركزة، وفي حالات للأسف تؤدي للوفاة. أنتوا كيف تقيمون درجة التسمم لمثل هذه الحالات، وشو الإجراءات اللي تقومون بها في مثل مختلف هذه الحالات؟ طبعا مثل ما قلت لك في البداية أن هذا تخصص رئيسي من ضمن تخصص طب الطوارئ، فيتم معاينة الحالة أولا في عن طريق طبيب الطوارئ، وإذا كانت الحالة مثلا يعني ممكن تؤدي إلى الوفاة مثلا في الدقائق الجاية، ففي أشياء معينة كل طبيب طوارئ يعرف يسويها. بعدين يتصل بمثلا إذا فريق أو قسم علم السموم والأدوية، فإذا في مجال نوصل للمستشفى بسرعة نقدر، أو ساعد حتى عن طريق التليفون نرشدهم شو مفروض يعطون، بالإضافة إلى الجرعات الحاصلة للمريض حاليا. وفي حالات أن ينادونا المستشفى بعد ساعة ساعتين ونعاين المريض، ومرات وايد أن المريض مثلا نقول خلاص هالمريض يقدر يطلع البيت. سابقا شو كان يستوي هالمرضى؟ يدخلون المستشفى يتم ملاحظتهم 24 ساعة، لأن هالتخصص مش وايد متوفر، فيكونون مثلا على السيف سايد مثل ما يقولون أنه يحطونهم 24 ساعة ملاحظة. بس حاليا قدرنا مع توفير هالخدمة أن نقلل نسبة الدخول للمستشفى الحالات اللي ما تستدعي. طيب دكتور أنت تحدثتي عن الجرعات الزائدة للأدوية وتأثيرها السلبي على جسم الإنسان، يا ترى كيف يتم التعامل مع الجرعات الزائدة للأدوية؟ طبعا حسب خطورة الحالة ومثل حالة يأتينا توا أحين مثلا قبل ساعة ماخذنا أو ماخذنا أمس وحين بدأت الآثار تطلع، فكل وكم شدة خطورة الحالة. فأول ما يجون هالحالات نشوفهم في قسم الإنعاش إن عشان نحدد خطورة الحالة. وفي حالات مثلا تستدعي ان المريض نعمل له تنفس صناعي، يعني مثل تخدير عام وانبوب التنفس الصناعي، ونعمل اجراءات اللي هو ندخل ادويه مضاده مثلا للدواء اللي ماخذنا، او ان مثلا مرات ان نعطي ادويه ترفع الضغط لان يكون اغلب وايد من الادويه تنزل الضغط. وفي الحالات ان تحتاج عنايه مركزه يدخلون عنايه مركزه، وفي حالات لا نعاينها شوية سوائل نرفع الضغط يكفيهم، أو يحتاجون أدوية مضادة مثل ما قلت لك بعد الشيء الشائع اللي نشوفه البنادول.
ففي دواء مضاد لا نعطيهم إياه لمدة 21 ساعة ويخلص. نحن دكتور يمكن الاعتقاد السائد عند أغلب أفراد المجتمع أن الإجراء السليم للحالات اللي تعاني من التسمم بشكل عام والتسمم الدوائي يتم يعني يسووا له غسيل معدة، فما أدري هل هذا الإجراء سليم ولا شو ممكن نقول في هذا الحال؟ طبعا موضوع غسيل المعدة وايد مهم، لأنه وايد ناس يجون لما أتعامل مع هالحالات يقولوا لي دكتورة سوي لهم غسيل معدة، دكتورة سوي لهم غسيل معدة. غسيل معدة أحيان شبه مختفي عن الممارسة الطبية، لأن أول ما يوصل المريض الجسم يكون ممتص الدواء، وفي ساعات من هالأدوية يكون عندنا دواء مضاد، فعادة غسيل المعدة يحتاج أنبوب جدا كبير، يعني كبر يمكن 2 أو 3 إنش كبره يكون، فيكون وايد مؤذي للجسم لما يدخلونه ويخصمون المريض عليه، وممكن يؤدي هالشيء الى جروح في الـ في الـ في الـ في المريء والأمعاء، او انه يؤدي ان المريض يستفرغ ومثلا ياثر على الرئه، يدخل السائل في الرئه ويسبب مشاكل في الرئه. فالحين شافوا ان هاي ما لها داعي، وايد دراسات بينت ان ما لها داعي الا في حالات نادره، والحمد لله مستشفياتنا ما فيها هالانبوب ولا هالجهاز او هالاداء حاليا. جميل دكتور، إذا ما بتكلم عن طرق الوقاية من التسممات اللي الواحد ممكن يتعرض لها، يا ترى شو هي أهم الخطوات التي يجب أن نقي أنفسنا منها سواء عند الأطفال أو حتى عند الكبار؟ طبعا بنبدأ بالأطفال. الأطفال مثل ما قلت يحبون يستكشفون أي شيء ملون وردي أحمر بنفسجي يحبون يوصلوا له، فهالأدوية أحسن تكون محطوطة في أوعية مضادة للأطفال، يعني الطفل ما يقدر يفتحها لو شو ما سوى. أو بعدين ما لازم هالأدوية تكون موجودة لأن الياهل ممكن يوصل له، وما نجمل الدواء للطفل، لأن عادة نقول له اشرب هذا نفس عصير الفراولة، وهذا خلاص بيشوفه مرة ثانية موجود ويشربه لأن عصير فراولة بالنسبة له. بالنسبة للكبار مثلا لازم يراعون أنه يقرون الإرشادات الموجودة مع الورقة اللي تي مع الدواء، خاصة مع الأدوية اللي يشترونها بروحهم الصيدلية مو مصروفة عن طريق الطبيب، ويعرفون كم الجرعة المناسبة تكون مكتوبة باللغة. وهذه ممارسة خاطئة، يعني ندعو الجميع أن عدم التوجه إلى الصيدلية وشراء الأدوية بشكل غير موصوف طبيا. أيوة، أو إذا غير موصوف يسألون الصيدلاني ممكن يساعدهم في هالشيء. ممكن يساعدهم. طيب دكتورة، يعني أنت ذكرتي أنك أنت أول طبيبة في هذا المجال، وأيضا يمكن ما أدري صححي للمعلومة إذا كانت غلط، الطبيبة الوحيدة اللي موجودة في هيئة الصحة. يا ترى متى ممكن نشوف مجموعة كبيرة من الأطباء في هذا التخصص المهم اللي بيساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الرعاية الطبية المقدمة في مراكزنا، خاصة مراكز الحوادث؟ طبعا حاليا احنا بدينا بخدمة يتوفرها مستشفى راشد، للأسف ما نقدر نوسع هالخدمة حاليا، لأن مثل ما تفضلت ان حاليا انا الوحيدة اللي اتلقى هالحالات، وفي حالات اعالجها على التليفون، في حالات اروح لها المستشفى. حاليا انا في طور تدريب الأطباء ان في المستقبل القريب ان شاء الله في خلال السنة القادمة ان نتوسع نغطي باقي مستشفيات الدولة، وعلى المدى البعيد احنا نفكر ان نعمل مركز للسموم والأدوية، اللي هو ممكن اي حد يتصل في إذا عندهم أي استفسار ويوجهونهم إذا يروحون المستشفى ولا يقعدون في البيت. جميل، نحن نتمنى لكم التوفيق في هذا التوجه دكتورة. يعني كالعادة أنا دائما أعطي حرية السؤال الأخير للضيف، في حال ممكن نسيت محور أو شغلة معينة ممكن الضيف يطرحها في هذا المجال، نصيحة أو كلمة أخيرة تبغين توجهينها في نهاية هذا اللقاء؟ طبعا مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج، لكن في أي حالة إذا المريض أو الأهل مو بعارفين مو متأكدين إذا فيها هالشيء فيه خطورة، حياهم الله عندنا في المستشفى، احنا ما نحب ندعي المرضى يجون، بس إذا عندهم أي استفسار أو مو متأكدين يجون المستشفى يطلبون المشورة الطبية، لأن للأسف حاليا ما عندنا مركز سموم للاتصال، فيقدرون يجون المستشفى وإحنا نوجههم. إذن دكتورة سارة كاظم استشاري الطوارئ بمركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك تواجدت معنا في الاستوديو، شاكرين لك هذا التعريف بالخدمات اللي قدمها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، وبالتحديد في مجال علم السموم والأدوية.
والله يوفقكم إن شاء الله في مشاريعكم القادمة، وإن شاء الله يا رب نشوف خريجين وخريجات على إيدك في المستقبل القريب. كل الشكر ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مستمعينا، نحن نتواصل معاكم كذلك عبر فقرات برنامجنا صحة وسعادة. كنا في مستشفى لطيفة، وبعدين انتقلنا إلى مستشفى راشد، بعد الفاصل منروح على مستشفى دبي، وهنالك يعني خدمات مقدمة في هذا المجال في قسم الجراحة بمستشفى دبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في هذا الجزء الأخير من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. حقيقة مستمعينا، يعني خلال اليومين الماضيين انتشرت رسالة عن طريق البرامج التواصل الاجتماعي، حاطين فيها شعار هيئة الصحة وكاتبين فيها كلام يعني عن الأبحاث الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت سبب جديد لسرطان الجلد عن طريق الأكسدة، أكسدة الفضة، ويعني بعض الأمور الفضة قد تسبب سرطان الجلد وغيرها من هذه الأمور، وقم بإرسال هذه الرسالة لأحبائك. مستمعين الكرام، أنا بس هذه المداخلة اللي أبغى أتكلم فيها في هذا المجال، يعني دائما مثل هذه الرسائل لا تأخذونها من وسائل التواصل الاجتماعي، هذه النصائح، هذه التعميمات ما تطلع ضمن وسائل التواصل الاجتماعي، لا، تأخذونها من مصادرها الرسمية، تأخذونها من أماكنها الرسمية اللي ممكن يعني تثقون في هذه المعلومة. هذا واحد. اثنين، أيضا مساهمتك في إرسال مثل هذه الرسائل حقيقة قد تساهم بشكل أو بآخر في تعميم معلومة خاطئة على المجتمع. فأتمنى من الجميع أنهم أن يكون عندنا حس المسؤولية في نشر مثل هذه المواضيع. بس هذه المداخلة كنت أبغى أتكلم فيها، لأن حقيقة جت الكثير من الرسائل في هذا المجال تتحدث عن هذا الموضوع. عموما نرجع ل يعني وعدنا لكم قبل الفاصل، قلنا نتكلم عن موضوع يتميز فيه مستشفى دبي، هو قسم الجراحة الذي يقوم بأدوار محورية في عمليات في العمليات الجراحية الدقيقة لمختلف الأمراض وغيرها من الحالات الأخرى اللي تتطلب تدخل جراحي سواء كانت طارئة أو غير ذلك. للتعرف على ما يدور بمستشفى دبي ومجمل ما يقدمه من خدمات وما يتوفر له من إمكانيات، يسرنا أن يكون معنا الدكتورة إسعاف حسن غازي، استشاري الجراحة في مستشفى دبي. مرحبا دكتورة. حياكم الله. الله يحييك. أنا دائما أقول اسمك مميز، ويعني اسم جميل، وإن شاء الله اسم على مسمى بما أنك موجودة في يعني إطار وحرم مستشفى دبي التابع لهيئة الصحة بدبي. يا ترى دكتورة، ما هي الخدمات اللي يقدمها قسم الجراحة بمستشفى دبي بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يعني في ظل قيادتنا الرشيدة، نحن بقسم الجراحة في مستشفى دبي عندنا لدينا إمكانيات لإجراء العمليات على حسب المعايير العالمية، الحمد لله رب العالمين، سواء كان من ناحية الأطباء لدينا كفاءات ذات خبرة عالية وجيدة، من ناحية الأجهزة حديثة ومتطورة، من ناحية غرف العمليات، الإفاقة، العناية، يعني بما كل الملحقات اللي يحتاجها أي قسم جراحي في العالم. نعم. فنحن في مستشفى دبي لدينا يعني عدة أقسام، من ضمنها الأقسام متخصصة مثل مركز تخصص جراحة الثدي، جراحة الثدي سواء كان سرطان أو جراحة الثدي العادية ولكن غير التجميلية. عندنا جراحات السمنة، عندنا مركز لجراحة السمنة، عندنا العمليات بالمنظار سواء كان عمليات الاستاج، عمليات القولون، كل عمليات المنظار. عندنا عمليات الغدد الصماء مثل الغدد الدرقية أو الغدة اللي جار الدرقية.
كذلك يوجد لدينا قسم خاص لعيادات وعلاج الجروح، وكلها يعني مزودة بأشياء بأجهزة وتقنيات عالية. من الجراحات اللي نقوم فيها برضو جراحات القولون، يعني سواء كانت جراحة القولون السرطانية أو العادية اللي تيجي مثلا بالتهابات أو خلينا ثقب في الأمعاء أو ثقب في المعدة، كل هذه العمليات تجرى بعمليات جراحية، ويعني 90% منها تقريبا يكون بالمنظار. جميل. طيب نعم. دكتورة تفضلي. نعم. تفضلي. بالنسبة يعني طبعا كل عيادة لها أخصائيين يعني استشاريين وفريق كامل يعمل في هالوحدة أو في هالقسم. ممتاز. إذن الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة في مختلف هذه التخصصات هي إمكانيات عالية، سواء نعم. على الكادر البشري أو حتى من ناحية التجهيزات والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال. دكتور أنا نعم. شد انتباهي أنك أنت تحدثي عن جراحات البدانة. نعم. أنا شوي أبغي استعرض هذا الموضوع بشكل أكبر، لأن حقيقة يعني مستشفيات الهيئة وبالتحديد مستشفى دبي واحد من المراكز المتخصصة في هذا المجال اللي لها سمعة كبيرة. يا ترى نعم. جراحات البدانة شو هي الشروط اللي أنتوا تتبعونها لإجراء مثل هذا النوع من الجراحات؟ وأيضا خلينا نتكلم شوي بشكل تفصيلي عن في 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 هذا التخصص. نعم، جراحة البدانة يعني للناس اللي عندهم البدانة المفرطة، أوكي؟ وطبعاً نحن نقيس الجراحات هذه بمعايير عالمية، فالمرضى اللي ناخذهم للجراحة هذه لازم يكون عندهم شيء نقيس عليه اللي هو نسميه مؤشر كتلة الجسم. صحيح. المؤشر لكتلة الجسم اللي نسميه البادي ماس إندكس. فحسب هذا المؤشر نقدر ناخذ المريض للعملية. فعندك مثلا إذا المريض المؤشر ماله 30 وفوق، فحسب الدول الأسيوية نحن ناخذ 30 مؤشر 30 ناخذ للمرضى اللي عندهم السكري أو اللي عندهم البدانة المفرطة مع الأمراض الأخرى. صحيح. أوكي؟ مع أن عالميا ممكن يأخذون 35 بس نحن في الأسيوي نحن نحسب على حسب بدانة الشخص عندنا، على حسب يعني طبيعة جسمنا نحن كأسيويين كعرب، يعني أكلنا غير بعد نحن. بالضبط. أيوة. فهذه نحن عندنا البدانة يعني بسن جدا جدا صغير. إذا جينا على الجزء الثاني من بس دكتور عشان أوضح للمستمعين، حساب كتلة الجسم يتم عن طريق معادلة حسابية. نعم. نعم. وهي حساب الوزن على الطول مربع. على الطول مربع. وفي نعم. أيضا برامج في الهواتف الذكية تحسب مؤشر كتلة الجسم. نعم. تفضل الدكتور. إذا جينا مثلا على الناس اللي يكونوا طبيعيين ما عندهم أي أمراض أخرى، يعني ما عندهم أشياء أزمات أخرى، يكون بس اللهم بدين، في هذه الحالة ناخذ المؤشر يكون 40 وفوق. نحن الحمد لله في مستشفى دبي عملياتنا كلها طبعا الحمد لله رب العالمين بالمنظار، وماشي على تقنية عالمية، ويجونا يعني تقريبا فترات متقاربة زوار، يعني أطباء زائرين بعد يجون، مو بيجون بس يجون يقيمونا ويقيمون شغلنا، والحمد لله نحن ماصلين على المستوى العالمي. يعني تقريبا خلال السنة اللي طافت 2015 تقريبا يعني مسويين 500 حالة الحمد لله. من هذه الحالات طبعا انت عارف عملية البدانة عندنا جزئين، جزء تحويل المعدة وجزء قص المعدة. صحيح. وكل واحد طبعا ليه يعني معايير وموازين، ان هذا لازم يروح لهالقص وهذا لازم يروح لهالتحويل. اي يعني مو على كيف المريض، مرات المريض يصر انه يبغى هذا الشيء، احنا نوضح نحاول انه يمشي على البروتوكول مالنا. بس احيانا المريض يختار لا يريد قص المعدة ما يريد التحويل،
فنضطر ان نسوي لها. بس اذا بنمشي على المعايير بس توضحوا لنا ان المساله تكون كذا وفيها هذه المعطيات لهذه العمليه، وهو في النهايه يختار ان يبغي ياخذ العلاج بالشكل اللي هو يبغي. بالضبط. شوف احنا مثلا اذا المريض عنده استاق علوي يعني في سقف في الحجاب الحاجز، نعم. اذا المريض عنده شو نقول تقرحات التهابات في المعده، اوكي، هذه المرضى ننصح ان يسوون شو التحويل. لان لما هني بتقص المعده يعني انت يعني بتقص في الالفه في التقرحات الستاج موجود بيأثر عليك على القص، فهذه يعني نشرح للمريض احنا اذا كان عندها الاشياء. عرفت؟ اذا المريض ما في اي مشاكل ويعني مواصفاته تمشي مع قص المعده نقص المعده. طيب دكتوره انت تكلمتي ايضا عن جراحات الثدي، خلينا نتحدث عن هذه الخدمة ومنو هم المرضى المستفيدين منها، وهل في حالات متأخرة من أورام الثدي أنتم تقومون بالتدخل فيها؟ نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني نحن عندنا جراحات الثدي، ويعني نحن نعتبر يعني كمركز لسرطان الثدي، لأن متوفر عندنا الجراحة، متوفر عندنا الكيماوي، متوفر عندنا الأشعة، متوفر عندنا معظم الأشياء لعلاج سرطان الثدي. نعم. طبعا احنا الخدمة مالنا مفتوحة لجميع الناس، سواء كان مواطن أو وافد، كل الناس تجي عندنا تتعالج. والحمد لله بفضل ان احنا صرنا الحين فترة ماشيين على نظام الكشف المبكر عن السرطان. فالكشف المبكر على السرطان أدى إلى أن اكتشفنا حالات وايد وأعمار صغيرة جدا، يعني ما بين 35 إلى 45، وفي منها أعمار بال 30 وال 29 بعد، حالات بأول مرحلة السرطان، يعني حالات بسيطة توها في مثلا بال 5 ملي أو بال 7 ملي نحن نتكلم، وفي حالات نحن يعني توصلنا متأخرة، يعني ويكون السرطان مثلا وايد عود او انه متقرح برا الثدي. فطبعا نتفق احنا دائما نعمل اجتماع بيننا وبين المريض وبين طبيب الاورام الباطني وطبيب الاشعه وطبيب المختبر الانسجه، فنتوصل الى حل لهالمريض. احيانا نضطر ان المريض لا المريضه لازم تاخذ كيماوي قبل اجراء العمليه، لان تكون العمليه بالنسبة للمريض ما راح تكون عملية سهلة أو ما بيكون في مسافة أن نسكر الجرح. ففي هالحالة والورم كبير، فالمفروض أن المريض يأخذ أول شيء الكيماوي، بعد ذلك نسوي العملية. أحيانا نضطر لا من البداية لازم نسوي العملية في الأول، مثل هالمثل إذا كانت الأورام صغيرة جدا نسوي العملية في الأول. إذا كانت المريضة مثلا هي مرات أحيانا المريض يطلب لا أنا ما أريد العلاج اللي هو المحافظة على الثدي، لأن الحين حاليا حسب المعايير العالمية المحافظة على الثدي هي العلاج الأول، لأنه وجدوا أن محافظة على الثدي أو شيء للثدي يعطيك نفس الأوتكم أو يعطيك نفس شو نسميه بالعربي النتائج المستقبلية. نعم دكتورة، يعني في أقل من دقيقة أو 30 نعم. ثانية كلمة أخيرة تبغين توجهينها، وأيضا يريد في هذه الكلمة توجهين الجمهور بطرق التواصل معكم. نحن الحمد لله في طرق التواصل معنا موجودين على الأونلاين في DHA، ممكن يتصلون عن طريق مستشفى دبي، يتواصلون معنا نحن مباشرة قسم الجراحة، أو أنا كرئيسة قسم الجراحة أو جراحة الثدي، ممكن يتواصلون منا يطلبون عن طريق التليفون، إحنا على أتم الاستعداد لأي استفسارات من المرضى. وأحب بس أقول شيء، أن نحن الحمد لله رب العالمين يعني عياداتنا نشوف مرضى يعني بشكل يعني كبير جدا، يعني انت احسب شهريا تقريبا في العيادات نشوف ما يقارب من 600 الى 700 مريض بالشهر، عدد العمليات ما يقارب الى 200 عمليه بالشهر، هذا انا اتكلم حالات الطوارئ اللي تجينا للجراحه بس اساسنا نسويها ندخلها للمستشفى بما يعادل 100 الى 120 حاله شهريا هذه الامور. فانا احب اوجه للشعب يعني عامه ان مستشفى دبي يعني الحمد لله رب العالمين احنا عندنا
قدرات وكفاءات عالية جدا. وأحب يعني كلمة خاصة للحريم للنساء أن الفحص المبكر للثدي هو يعني الوقاية من السرطان. جميل دكتور، نحن أمس كان عندنا الملف الطبي كذلك تحدثنا فيه عن كل الإنجازات والأرقام اللي تحققت على مستشفى دبي بشكل عام، وأيضا اليوم ارتأينا أن نركز على قسم الجراحة لما له من أهمية في هذا المجال. نحن شاكرين لك هذه المداخلة الدكتورة إسعاف حسن غازي، استشاري الجراحة بمستشفى دبي ورئيس قسم الجراحة في المستشفى. نحن شاكرين لك هذه المداخلة وكل التوفيق دائما، شكرا جزيلا. حياكم الله وشكرا لكم، جزاكم الله خير. إذن مستمعينا، مثل ما ذكرت دكتورة إسعاف، خاصة للنساء ضرورة الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي، وهذه متوفرة حقيقة في مختلف مستشفيات الهيئة، وأيضا هنالك المراكز الصحية كذلك في عندهم تم يعني جلب أجهزة حديثة في هذا المجال، والفحص يعني وايد مهم وما ياخذ وايد من وقتكم. يعني تخيل أنك أنت ممكن تروح ساعة تفحص أفضل لك مليون مرة عن كنت ممكن تصاب لا قدر الله لا سمح الله بأي مرض يتعبك في حياتك كلها. فدائما نعيد ونقول ونزيد، الوقاية خير من العلاج. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم. في الختام لا أملك إلا أن أشكر جميع الضيوف اللي تداخلوا معايا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة و يعني حسن التفاعل معنا، وكذلك الشكر موصول لمخرجنا محمد الصفار والمخرج عيسى سبيل على دعمهم كذلك لهذا البرنامج، وكل الشكر حقيقة لفريق الإعداد، فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، ودائما ما نقول نلقاكم غدا، فدمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.